خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، معنى على عهدك ووعدك، أي ثابت ومستمر على الوفاء بما عاهدتك عليه ووعدتك بالقيام به من صدق الإيمان بك وحسن التوكل عليك وصالح الطاعة لك. ومعنى أعوذ أي أستجير وألتجئ، ومعنى أبوء أي أقر وأعترف. هذا سيد الاستغفار، من قاله من النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. فلوس